السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض إن شاء الله how to share الكانفاس app. الفيديو ده هيتكلم عن how to share canvas app to guest user or to external user. ايه هو الجست يوزر؟ الجست يوزر هو يوزر مش موجود على الاورجانيزيشن بتاعتي او التيننت اللي موجود عليها الباور ابس اللي فيه الاب اللي انا عاوز اعمل له شير لليوزر ده. الجست يوزر او الاكسترنال يوزر عشان اقدر اعمل له شير للاب بتاعتي لازم يكون عنده لايسنس للباور ابس بيستخدمها، اما عن طريق الهوم تيننت بتاعته او الاورجانيزيشن اللي هو موجود فيها او من عن طريق التيننت بتاعتي اللي موجود فيها الباور ابس، لازم يكون عنده لايسنس لاستخدام الباور ابس. طيب انا معايا ايميل لجست يوزر، لو جيت هنا على الاب دي وقلت له شير وحاولت ان انا اكتب الايميل بتاع الجست يوزر هنا مش هيلاقيه موجود. طيب ازاي اضيف الجست يوزر عندي؟ نفترض ان هو عنده لايسنس في التيننت بتاعته، هاجي هنا على مايكروسوفت اجور البورتال بتاع الاجور اكتيف دايركتوري، هلاقي اجور اكتيف دايركتوري هنا تحت المانج في يوزرز. عشان اضيف الجست يوزر عندي في الاجور اكتيف دايركتوري لازم يكون عندي رول بتاع الجلوبال ادمنستريتور او اي ليميتد ادمنستريتور دايركتوري رولز زي الجست انفايتور او زي اليوزر ادمنستريتور. خلاص انا هنا سجلت بالجلوبال ادمنستريتور زي ما احنا شايفين هنا، هلاقي نيو يوزر ونيو جست يوزر. في الحاله دي انا هضغط على نيو جست يوزر، هضيف اكسترنال يوزر للاجور اكتيف دايركتوري عندي وابتدي اكتب البيانات بتاعته والايميل ادرس بتاع اليوزر. هلاقي هنا بيرسونال مسج، البيرسونال مسج دي بتروح لليوزر وهو بيستقبل الانفيتيشن اللي هيبعتها له الاجر اكتيف دايركتوري دلوقتي. لو احنا عاوزين نضيف اليوزر ده في جروب معينه او نديله رول معينه هنلاقي كل الحاجات دي. طب انا مش هحتاج اكتر من كده، انا هعمل له انفايت. لو نلاحظ فوق هنا بيبتدي يعمل الانفيتيشن لليوزر بتاعي اللي اسمه جودي، ثواني وهيتم اضافة اليوزر للليست بتاع اليوزرز عندي. زي ما احنا شايفين ادي جودي محمد واليوزر تايب بتاعها جيست. طيب هاجي هنا في الباور ابس دي الاب بتاعتي هعمل لها شير، مجرد ان انا اكتب الايميل بتاعي هلاقي ظهر لي الجيست يوزر اللي انا لسه ضايفه في الاكتيف دايركتوري او بالاسم بتاعه جوجي محمد واضيفه. لو نلاحظ هنا هلاقي مش متاح للجست يوزر ان هو يبقى كو اونر، ودي مجموعة الكونيكشنز اللي عندي اللي محتاج برميشن عليها. وانس ان انا عملت له شير هيتبعت له ميل باللينك بتاع الابس ان في اب دي اتعمل لها شير معاك ويقدر الجست يوزر يأكسس الاب بتاعتي.